شوك الزمن في الصدر والعين جرحنا له روانا بعطر ولا احنا بقينا احنا شوك الزمن في الصدر والعين جرحنا له روانا بعطر ولا احنا بقينا احنا كيف الحزن ينتهي يا اهلي قولوا كيف والليل يشرب هلا طول الشتاء والصيف كيف الحزن انتهي يا أهلي قولوا كيف والليل يشرب هلا طول الشتاء والصيف كل ما نزعل ألم دخلنا في محنة كل ما نزعل ألم دخلنا في محنة يا روحي ايش النظر قولي لي شو تسوين واحنا قرايب واهل في الدنيا مختلفين على ذهب وحجر في الدنيا ما لها اثر من قال ان الحجر يسوى ضحك في العين شوف الزمن في الصدر والعين جرحنا احنا بقينا احنا شوك الزمن في الصدر والعين جرحنا لهورا وانا بعطر احنا بقينا احنا احنا معاني الوفا في السكة او في الدار حبنا سحب في الصدر تنزل علينا امطار احنا معاني الوفا في السكة او في الدار حبنا سحب في الصدر تنزل علينا امطار في الجو ما ظل مطر وين الفرح في النظر من يبذرك يا جمر يحصد رماد النار شوف الزمن في الصدر والعين جرحنا لهورا وانا بعطر ولحنا بقينا احنا شوف الزمن في الصدر والعين جرحنا لهورا وانا بعطر ولحنا بقينا احنا بالطريقة هذه يظل سالم يتغلغل داخل المؤسسة خطوة بخطوة إلين يسيطر على الوضع كله وديك الحزة تشوفون نفسكم كلكم تحت رحمته معقولة سالم يسوي كذا؟ وممكن يوصل لوصول المؤسسة وفي لحظة يكون كل شيء له بروحه طيب حسن إيش العمل؟ كيف نوقف سالم عند حده؟ المشكلة ما هو سالم وبس كل ورثة العم راشد أقصد بعد عمر طويل إن شاء الله يعني لازم نوقفهم عند حدهم علشان نقدر نحافظ على حقوقك كيف نحافظ على حقوقي؟ وسالم مسيطر على المؤسسة مثل ما تقول بأنك تكوني معه في المؤسسة كيف أكون في المؤسسة؟ يعني أروح المؤسسة ووظف نفسي وأقول له أنا بقعد في المؤسسة عشان أحافظ على حقوقي؟ الله يهداك يا منيرة مو هذا اللي قصدته أنا أقصد إنه يكون في أحد يحافظ على حقوقك هناك حد يمثلك أنت تثقي فيه طيب أسألك سؤال من اللي يدير أموالك ويحافظ على حلالك؟ طبعاً أنت أو صحيح كيف فاتني هالموضوع وأنا مسويت لك توكيل عام؟ لا يا ميرة لا انتبهي ما نبي حد يفهم أنك أنت مسويت لي توكيل عام أجل كيف بتكون بينهم؟ هذه بسيطة
انت تكلمي اخوك سالم وتقولين ان انا بشتغل معاهم في المؤسسه. وعلى فكره ترى انا اشتغل اداره، اشتغل في الحسابات، وهذا بحكم تخصصي، والقريب احسن من الغريب. طيب تعتقد ان سالم بيرضى؟ وليش ما يرضى؟ الا بيرضى. البركه فيك انت ان شاء الله تقنعيه وبيوافق. هذه الطريقه الوحيده اللي اقدر احافظ فيها على حقوقك. طيب افرض انه رفض. اذا رفض في هالحاله يا منيره، ترى اخوك سالم ناوي يلعب بذيله وما يبي احد حوله عشان لا يكشف اوراقه. هذيك الحزه انا عارف شلون اتصرف معاه. هذا اذا انت سمحتي لي. خلاص خلاص، اعطني فرصه اكلمه ونشوف ايش بيصير. على فكره في موضوع ثاني بعد ابغى اكلمك فيه. خير؟ خلينا نخلص من سالم ومن المؤسسة، ولنا قاعدة طويلة طويلة مع بعض، أبى أفهمك فيها على كل شيء. منيرة، أبغاك تتأكدي من شيء واحد بس، إني أنا لا يمكن أخطي خطوة واحدة إلا مصلحتك قدامي. هلا أختك هدى وين هي؟ أسمع أختي هدى بدأنا إلا ما قلت لي سالم شلون؟ والله يا بنيتي حالة عمك راشد ما بخليتني أركز على شيء ثاني. راشد إن شاء الله بشوفه وبقعد وياه كلمة، لكن المهم إن عمك راشد يطلع بالسلام. الله يشفيه إن شاء الله. آمين آمين. أنا اللي جاينا تالي الليل. قومي قومي روحي غرفتك وأنا ببطل الباب. إن شاء الله إذا بغيت شيء أنا بغرفتي بروح أشوف هدى شفيها. زي زي سالم خير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. خير خير يا عمي، الله ما يجيب لك خير. لا انت مالك حاجه تجيب هالوقت، ابوك فيه شيء؟ لا الحمد لله الوالد بخير يا عمي، توي مكلمهم المستشفى قبل لا اجيك يطمنوني عليه. الله يطمنك بالخير ان شاء الله. راح اضل واقف هنا يا عمي ولا؟ لا 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 تفضل تفضل، البنات فوق. ما راح اخذ من وقتك كثير يا عمي. مت غريب، خذ على كيفك، لكنك افزعتني بجيتك هذه يا سالم. ولا انت مت غريب؟ بس مالك عاده تجيب هالوقت. انا اسف يا عمي، المفروض اكلمك قبل لا اجيك، بس اني ملهوف ابي اتكلم معاك، جيتك على طول. ملهوف؟ اجل تفضل استريح وقول يا ملهوف وش عندك؟ الحقيقه يا عمي انا خجلان منك من ذيك الليله اللي طاح فيها الوالد علينا مريض. ما انا عارف شلون افاتحك بالموضوع مره ثانيه، عشان كذا جيتك هنا. الحقيقه يا ولدي يا سالم، طيحت ابوك ومرضه ما كانت على البال ولا على الخاطر، نستنا حتى انفسنا. ومن ساعتها وانا افكر شلون احل المشكله واطمنك واطمن ابوي عشان كل منكم يرتاح. عمي انا جاي اتفاهم معاك لان الامور ما عاد تتحمل التاجيل. الحقيقه انا قاعد افكر شنو السبب؟ شو اللي خلى الامور توصل لهالموقف اللي احنا فيه الحين؟ هل هو موضوع السكن؟ ما اعتقد ان هناك مشكله بيني وبين هدى عشان السكن يا عمي، لاني ما راح اتاخر باني اوفر لهدى احسن فيلا ما دام هذا الشيء لسعادتها، اقصد لسعادتنا. حتى ابوي ما راح يتاخر في هالموضوع هذا يا عمي، لان تهمه سعاده هدى. حتى انت يا عمي لو حسيت ان موضوع زواجي من هدى راح يتوقف بسبب موضوع تافه مثل موضوع السكن، أنا متأكد راح تتدخل وتجيب لنا بدل السكن 10. كلامك ماشي يا سالم، ما دام إنك مهتم بسعادة هدى مثل ما تقول، إيش اللي يخليك تبيع البيت؟ البيت اللي بتتزوج فيه بيتك، هذه سعادة هدى اللي تدور عليها؟ ممكن تتحملني شوي يا عمي وتجاوبني على سؤال ودي أسألك إياه من زمان؟ ليش ما شاركت أبوي في المؤسسة بعد موت جدي الله يرحمه؟ ها؟ ممكن تقول لي؟ ايش دخل هذا في موضوعنا؟ لا دخل كبير يا عمي، بس سأليت بالأول جاوبني على سؤالي. أجاوبك يا سالم، أنا حبيت إني أشق طريق بروحي وأعتمد على نفسي ويكون لي كيان مستقل بعيد عن مؤسسة جدك، لأن والدك له طريقته في الشغل وأنا لي طريقتي. شفت يا عمي؟ هذا أنت قلتها بنفسك، تبي تستقل ويكون لك كيان مستقل، بالضبط مثل ما انا قاعد اسوي. ما هو عيب ولا هو غلط، ولا حد يقدر يلومك لو بتسوي كذا. لكن انا يا ولدي ما بعت بيتي علشان اعمل لي كيان واستقل مثل ما تقول. ماشي كلامك يا عمي، بس ما سالت نفسك سؤال لو كان جدي الله يرحمه عايش، كان بيرضى بهالتقسيم؟
مثل ما انتم متضايقين وزعلانين لاني بعت البيت، ولو اني ماني شايف علاقة بين هذا وبين ذاك، لكن انا وابوك وزناها عدل، لقينا ان التقسيم مع الاخوة افضل من المشاركة مع لا سمح الله العداوة بيني وبين اخوي، وتراضينا وحافظنا على المؤسسة والمال والحلال اللي تركها لنا جدك رحمة الله عليه، وكبرنا وكبرت أعمالنا بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، والحمد لله أن الأخوة كان لها الاعتبار الأول تحت كل الظروف. سؤال ثاني يا عمي، وأرجو أنك تسامحني وتجاوبني عليه وتطول بالك علي. لما جيت تستقل بنفسك وتعمل لنفسك عيان، عمتي العنود ما اتهمتك أنك مالك أمان وأنك تحب مصلحتك أكثر من مصلحة أخوك، أو أنك ما تحب أخوك؟ لا بالعكس، العنود رحبت بأن كل واحد منا يستقل بنفسه، هي بنفسها خذت نصيبها من الورث وعطتها زوجها الله يرحمه علشان نمي. عارف القصة كلها يا عمي، ما أنا غريب عن العائلة. الزبدة يا سالم، شو اللي بتوصل له من وراء كلامك هذا كله؟ أخلص وخلصني، تراني تعبت. شيء أخير يا عمي وما راح أزعجك أكثر، طيب ليش لما قسمتوا الشركة ما حد اتهمكم إنكم خنتوا بعض أو مالكم أمان؟ وليش لما أنا بعت البيت علشان أبني مستقبلي المستقل عن أبوي اتهمتوني إني غدار ومالي أمان وما راح أقدر أحافظ على بيتي ومستقبل أسرتي؟ غير الكلام اللي ما تقولونه، لكن أنا أقراه في عيونكم يا عمي. أنت إيش تبي توصل له بالضبط من وراء الكلام هذا يا سالم؟ اللي ابي اوصله ان احنا عائله واحده، دم واحد، ولا اعتقد فينا واحد يكره مصلحه الثاني، لان في النهايه بيننا صله رحم، واعتقد كل واحد منا يخاف على الثاني. والنتيجه يا سالم؟ يبا انت تعرف عمي صالح بالنسبه لي شنو؟ هذا ما هو عم، هذا اب بمعنى الكلمه يا يبا. وانت تذكر من وقت قريب وانا اقول له يبا صالح، يعني انت وهو بالنسبه لي مقام واحد وغلاوه واحده. والنتيجة يا سالم، وين وصلتوا في حديثكم وش اتفقتوا عليه؟ اسمع يا أخوي راشد، طول عمرنا بيت راشد وبيت صالح، بيت واحد كبير يضم العائلة كلها، وهذا اللي خلاني أجيب سالم واجيك اليوم. الحقيقة يا أخوي راشد، رقدتك في المستشفى مهم ريحتني، ودي أسوي أي شيء علشان ترتاح وتقوم بالسلامة، وسالم أعطاني طرف الخيط بكلامه وصار الحل واضح قدام عيوني. وإذا سالم ما يقدر يعيش عندك في البيت لجل سعد وظروفه وولده أحمد، يجي ويقعد ببيت عمه بيت أبوه الثاني ونلم الشمل. بس يا أخوي صالح، ما أنت ساكن لحالك، أنت أسمى عندك. أنا وسالم اتفقنا على كل شيء، الفيلا عندنا كبيرة ودنا نقسمها بيننا وبين سالم. مش ذنبك تسكن ببيتك ويسكن معك ضيوف بعد؟ ضيوف؟ هذول عيالنا نحطهم بعيوننا. لا يا صالح، مشكلة السكن هذه مشكلتنا حنا ولازم نلاقي لها حل. أنا من بكرة بعمد الموظفين عندي يدور لهم فلة جاهزة ويشترونها لسالم وزوجته. أنا الحل هذا ما يرضيني بعد اللي سواه سالم. يبا أنا ودي أرضيك وتكون راضي عني. يبا راضي عني؟ الله يخليك لي يبا ولا يحرمني منك. خلاص هذا سالم حب راسك ويبغى منك انك تسامح وترضى عنه. انا عارف كل اللي سويته انت عشان تسعدني وتفرحني، مع ان اللي يسعدني اكثر ان سالم يتعلم من الدرس انه ما يفرط بحاجته بسهوله. قل امين يا اخويا صالح، الله يعطيك على قدر نيتك. الشاهي. تسلم ايد احلى بنت تعمل الشاهي. وين هدى؟ هدى بدارها. بتنام من الحين؟ اكيد بتنام،
وبتشبع نوم بعد، وخلاص القلب ارتاح. واضح ان انت وسالم اتفقتوا على الحل، وهدى عرفت، وانا للحين ما عرفت اي شيء. لا اله الا الله، عمد الاخبار توصلكم؟ روحي روحي ناديها وتعالي معها. خير يبا؟ علامك انزعجتي، يعني حرام اقعد وياكم؟ حرام اقعد مع بناتي اسولف ادردش؟ معاك حق يبا، صار لنا مدة طويلة ما جلسنا مع بعض، جلسة حلوة وهادية. خلاص يبا، الحين بروح اناديها. وليش ما فهمتها عن موضوع بيع العقار مثل ما فهمتك؟ انت الحين بتنقضنا بالموضوع نقطة نقطة. ليلى ليلى، علامك خامسة نفسك انت كذا. بعدين اقول لك ضربتين بالراس ترى ممكن تجيب ارتجاج في الدماغ، حرام. اخ لو انا بمحلك كان قلبت الدنيا فوق حدر. على هونك على هونك يا ابو العقل، على هونك. ترى في العجله الندامه، صدقيني انا خايف بعجلتك هذه تضيعين كل اللي انا قاعد اخطط له على هون، وقاعد انفذه شوي شوي من غير ما حد يحس. ويعني انا اللي متى بظل صابره؟ صابره؟ صابره على وش؟ وش ناقصك؟ ايش ناقصني؟ ناقصني اني انا اكون زوجتك قدام الله وخلقه. حرام عليك يا حسن، ابي احس اني انا زوجة، ابي احس اني انا زوجة قدام الناس. كلها شهور وبكون ام. ليلى حبيبتي انا ما ابغاك تزعلين، بس بعد في نفس الوقت ما نبي نستعجل، اخاف بعدين الموضوع ينكشف. طيب ومتى بتعلن؟ علامك انت، وش فيك انت يا ليلى؟ انت ما لك غير سيره هالموضوع، ما تملين؟ ليلى حبيبتي بعد عمري انت، صبري علي شوي بس، امسك بس بطرف الخيط وارتب اموري. الناس كلها بتعرف انك انت زوجتي على سنه الله ورسوله، والوقت ما بيطول صدقيني. بس ارتب اموري مع سالم وكل شيء بعدين بيهون. ها خير يبا؟ اسمه تقول عندنا جلسه عائليه. كل الخير يا وجه الخير، كل الخير يا عروستنا الحلوه. اجلسي. هذه والله يبا الساعه المباركه، صار لنا كثير ما جلسنا الجلسه هذه. الهم يا بنتي، الهم ينسي الانسان كل شيء. حاس الهم ما يجيك يبا ان شاء الله. اجمعين. الحمد لله قدرت اوصل لاتفاق مع سالم بخصوص سكنك انت معه، وسوينا الامور على اساس ان تسكنون عندنا هنا بالفيلا. الى حين سالم يسوي اموره الماليه ويشتري له البيت الخاص فيه. مشكور يبا ما قصرت. سالم اتصل فيني وعلمنا على الاتفاق اللي بينكم. انا طبعا سويت كذا علشانك وعلشان سعادتك، وبنفس الوقت ابى اسعد قلب اخوي راشد، وباذن الله نطلع معافى من المستشفى وشد حيله معانا لاسوي لكم حفله ما صارت. عساك تدوم لنا يبا. ولاجل كل واحد تكون له خصوصيته وما حد يجرح وجود الثاني، خصوصا بالنسبه لاسماء، قررنا تقسيم الفيلا. يبا يعني بتقسم بيتنا؟ علامك يا اسماء، طبعا الامور ما راح تكون عايمه على بعض، لا، والحمد لله تقسيمه الفيلا تسمح بان كل واحد منا يكون له الجزء الخاص فيه، بس انا بسكر فتحه السلم، يكون لكم الدور الثاني كله، وانا واسمه يكون لنا الدور الاول، لكم انتم خصوصيتكم ولنا خصوصيتنا. الله يخليك لي يا يبا. ها، وش رايك يا اسماء؟ اللي تشوفه يبا، وحنا نقدر نغير كلامك. البيت بيتك والمال مالك. لا، البيت بيتنا كلنا، والمال مالنا كلنا. اسمع يا اسماء، ابيك انت واختك تكونون راضيات، تكونون على قلب واحد ويد واحده، وان شاء الله كلها كم من يوم ويجيك نصيبك. راضيه يا بنتي؟ اكيد يبا، وانا من اللي غيرك انت وهدى، عسى الله لا يحرمني منك ان شاء الله. هيا الله على بركة الله. سالم سالم، خير يا منيرة؟ شو الرد الجاف هذا؟ يعني انت محاربني ما تبي تكلمني؟ قلنا خير يا منيرة، تبين شيء؟ انا عارفة ليش زعلان علي، لاني قلت لك لازم اشاور حسن. يا سالم لازم تفهم ان حسن زوجي، ومن حقي علي اني ما اصرف شيء الا باذنه، حتى لو كان هذا حلالي ومالي. وما اعتقد انه راح يرفض اذا اعطيتك من فلوسي، لان هذا مالي وحلالي وانا حره فيه. بس انا ما كنت حابه انك يعني تحل مشاكلك بالطريقه هذه، طريقه السلف.
على العموم اللي حصل حصل، والموضوع هذا انتهينا منه. يا سالم أنا أختك وما أقدر أستغنى عنك ولا أنت تقدر تستغنى عني، يعني شيل الأقنعة هذه وعاملني معاملة الأخو والأخت. أنا آسف يا منيرة، بس غصبا عني حسني مخنوق متضايق، ما أنا قادر أتحمل وأنا قاعد أشوف أبوي راقد في المستشفى قدام عيوني. ودي أشيل عنه الهم والألم وأثبت له أنه كف وجدير بالثقة، بس خايف ألمح في عيونه نظرة تأنيب تحرقني وأنا واقف. لا تطالعيني باستغراب كذا يا منيرة وتظنون أن أنا ما عندي قلب. أنا صحيح بعض الأوقات مشاعري جامدة شوي، لكن صدقيني في مثل هالمواقف هذه أنا ما أتحمل يا منيرة. أنا ماني تايهة عنك يا سالم، طول عمرك مشاعرك شايلها داخلك ولا حد يقدر يعرف إحساسك، بس أنا متأكدة أن قلبك كبير. المهم الحين طمنيني، الوالد شخباره؟ الحمد لله أحسن عن أمس، ولو أني حاسة أنه مهموم بالمرض، يعني مو مثل عوايده، حاسة أنه هو خاش شيء عنه. مو سهل علي يشوف نفسه راقد في المستشفى وهو عمره ما اشتكى حتى من الصداع. الله يشفيه ويقومه بالسلامة لنا. سالم بغيتك بموضوع مهم. موضوع مهم؟ خير؟ خير إن شاء الله، بس ما ينفع هنا في المستشفى، ولازم سعد يكون موجود بيننا. ما نقدر نتكلم في المستشفى ولازم سعد يكون بيننا. الظاهر رقتك هذه يا منيرة ما هي لله. على العموم يا منيرة، انت عارفة وين بيتنا، ويا ليت تزورينا. خلاص إن شاء الله أمركم اليوم. هذه هي منيرة، وين تغير طبعها؟ شلونك اليوم؟ انت جيت يا سالم؟ انا اسف اني تاخرت. المهم انك جيت، انا عندي كلمتين ودي اقولها لك، ما حبيت احرجك قدام عمك صالح. عمك صالح يا سالم رجال طيب، يتعامل بحسن نية، يعني ما عنده لا مكر ولا خبث، وانا أحذرك يا سالم إنك تأذي مشاعره. يبا صدقني أنا تعبان، خليني أركز اللي بقوله. سالم أنا ما قصرت معك يا ولدي، أعطيتك المال وأعطيتك المكان وأعطيتك العزوة، لكن بتصرفاتك هذه واستهتارك بتضيع كل شيء. لكن توصل المواصيل إنك تأذي أخوي صالح، ما بتعرف وش بيصير لك يا سالم. أنا مستعد أضحي بأي شيء في الدنيا إلا أخوي صالح وبناته. يبا صدقني أنا ما عندي أي نوايا سيئة لا لعمي ولا لبناته، أنا أبغى أشيلهم في عيوني ثنتين، بس أنت تعطوني هالفرصة. عمك صالح أعطاك الفرصة، وإن شاء الله تكون قد المسؤولية. الحين لو سمحت تتركني أبغى أرتاح شوي. حاضر يبا، الله يبعد عنك كل شر. السلام. الله يحفظكم يا عيال راشد. خير يا هدى؟ ايش فيكي يا اسماء؟ ما فيني شيء، بس كنت افكر شويه. بغيتي شيء؟ لا، كنت بوريكي موديل الفستان اللي اخترته، بس خلاص مو مهم.
ايش فيك يا اسماء؟ قلت لك ما فيني شيء، وريني الفستان. اسماء، انت متضايقه لان بنقعد معاكم في البيت؟ معقوله تقولين هالكلام يا هدى؟ احنا طول عمرنا مع بعض، وان شاء الله بعد بنكون مع بعض. اسماء، انا ادري انك متضايقه من سالم، وادري ان وجوده في البيت بيحجز عنك جزء من الخصوصيه. ايش هالكلام اللي تقولينه يا هدى؟ متضايقه من سالم وما ادري ايش؟ من وين تجيبين هالكلام؟ ما ادري يا اسماء، يعني انا حاسه بكذا، وبعدين بصراحه انا ما ودي ان ساعات تسبب لك مضايقه. خبله خبله انت يا هدى. انا صحيح كنت متضايقه من سالم، لكن الحمد لله الوالد حسم القضيه وحلها، وبعدين قضيه الخصوصيه ما حد بيجرح خصوصيه حد. الوالد بيقفل الباب اللي بيننا وبينكم، وبيكون لكم مدخلكم الخاص، يعني تقدرين تقولين بيتكم وبروحكم. وين الخصوصيه اللي تكلمين عنها وجرحها؟ يلا يا هدى وريني الفستان اللي اخترتيه. اشوف ايه هذا هو، ايش رايك؟ علامك تنظريني كذا يا هدى؟ لا ولا شيء، كنت اقول متى عمي راشد يقوم لنا بالسلامه لاجل تتم فرحتنا. امين، الله يسمع منك يا هدى. ما شاء الله على هالافكار هذه يا منيرة، ولو ان انا ما اعتقد ان هذه افكارك. اجل افكار من؟ هذه يبي لها كلام بعد. اكيد من افكار زوجك العبقري حسن. انا عارف ان عقله كله حسابات وارقام، لكن احب انك تقولين له شيء. اذا كان تفكيره حسابات، ارقام، رياضيات، مثلثات، خرابيط، فانا تفكير كمبيوتر. كمبيوتر يا منيرة، يعني افهمها وهي طايرة. وش تقصد؟ اقصد ان ما له مكان عندنا، وحقك راح تاخذينه وبشرع الله. لا تقول كذا يا سالم، ابوي بعده حي وعسى الله يطول بعمره. مو انا اللي قاعد اقول، انت اللي قاعد تقولين الكلام هذا يا منيره. جيتك هنا والكلام اللي حفظ لك حسن هو اللي قاعد يقول. حفظ لي يا حسن؟ اي نعم. اجل ايش معنى الخرابيط اللي قاعد اسمعها منك؟ انتوا شو تظنون المؤسسه نهيبه؟ راتب هذا انتوا تستلمون اخر الشهر، ايش تبون اكثر؟ حاسب على كلامك يا سالم، واعرف انت قاعد تتكلم مع من. انا مثلي مثلك في البيت هذا، ومثل مالك في المؤسسة انا لي بعد. ما شاء الله، كلام جديد قاعد اسمع منك اليوم يا منيرة. انا مثلي مثلك ولا لك لي؟ سمعين زين يا منيرة، المؤسسة وحلال راشد عبد الله لنا كلنا، وما اسمح لاي واحد من خارج العائلة ان يدخل فينا ويتحكم فينا، فهمتي؟ من هو اللي من خارج العائلة؟ حسن زوجي؟ زوج اختك؟ نسيبك؟ لا يا سالم انت غلطان، حسن ما هو غريب. انت بدل ما تتحكم فينا وتشطر علينا، روح تحكم وتشطر على الغرب اللي في المؤسسة، اللي يمرون وينهون ويتحكمون في اموالنا. ولا هذيلا صاروا من العائلة وانا ما ادري. الحق مو عليك يا منيرة، الحق على اللي سمح انه يحصل هذا الشيء من اول. لكن ما دام انا موجود كل شيء راح يتغير. كلامك ماسخ وما له اي معنى يا سالم، وهذا اللي انا قايله حق نفسي، انك بتفرح لما اعرض عليك الموضوع، وبتخلي حسن معاك في المؤسسه، وبتساندون بعض، وبتحطون ايدكم بايد بعض، وما بتخلون اي واحد غريب يحط ايده على اموالنا وحلالنا. صح لسانك، هذه انت قلتيها، مالنا وحلالنا. وما دام مالنا وحلالنا يا منيره، احنا اولنا نحافظ عليه، ما نخلي واحد من برا يحافظ عليه. انت ليه تكرر الكلام مره ثانيه؟ انت ليه دائما تحسسني اني غريبه؟ ليه يا سلم؟ انا مو اختك؟ عجبك الكلام اللي يقوله؟ راضي عن الكلام اللي يقوله يا سعد؟ سعد ليش ما ترد علي؟ ليش ما تقول شيء؟ ما هو انت اخونا الكبير؟
ما ادري ايش اخرتها معاكم يا عيال راشد، ما ادري ايش راح تسوون بعضكم بكره، بس يا ليت يا ليت ما حد منكم يخليني لا حكم ولا شاهد، لان اموركم الحسابيه هذه ما تعنيني بشيء. يا ليت تصرونه وتحطونه بقلوبكم، ولا تنسوني يا راشد، كل واحد فيكم ينهش بلحم اخوه لا يخلي شيء للغريب. على ذنكم. شلون على ذنا يا سعد؟ يعني خلاص تخلينا في اللي حنا فيه وتمشي وتتركنا؟ سعد اطلع من الحالة اللي هاي انت فيها وخلك معنا شوي، خلك مكان ابوك لما يقوم بالسلامة. الكلام هذا ما يلق عليك يا منيرة، لو ما كنت اعرفك كان قلت انك واحدة ثانية، واحدة تعرف تدبر امورها بنفسها. بس زين زين اللي قاعد تسوينه منيرة، زين لقدام لما تكونين قدام زوجك ولحالكم. هذا اللي قدرك ربنا عليه يا سعد؟ هذا اللي لنا عندك؟ عموما مشكور يا اخوي، ومشكور على وقفتك معانا، اسفين كثير نحن عطلناك. مع السلامة يا ابو احمد. طيب يا منيرة، سلميلي على زوجك حسن وقولي له ان مؤسسة راشد بعيدة عن شواربه، وما هي نهيبة يقدر يغرف منها اللي يبي مثل ما هو قاعد يعمل معك، وقولي له بالحرف الواحد لا يحاول يلعب في منطقة سالم لأنه خطر عليه. وصدقيني يا منيرة، صحيح انا مالي فاضي، لكن اذا حاول بس انه يقرب ما راح اكويه بالنار، راح احرقه. طول عمرك كلامك أكبر منك، وطول عمرك تحط مصلحتك بالأول والباقي عليهم السلام. ما عليه يا سالم، ما عليه، ولو أني كنت أعتقد أنك بتصلح من حالك مع الناس عشان ترضي الوالد، بس الظاهر ما منك فايدة، بطبيع ما يغير طبعه. مع السلامة يا ولد أبوي. مع السلامة يا منيرة. ليش ما علمتيني قبل لا تروحين تتكلمين مع سالم؟ مها عادتك انك تتصرفين من غير ما تاخذين رايي، ولا خلاص حسن ماكل عقلك ما قمتي تتحركين خطوة الا باذنه؟ لا تلوميني يا عمتي، انا خايفة من سالم. خايفة من لحمك ودمك، ولا انت خايفة من الغريب؟ الغريب؟ من تقصدين بالغريب يا عمتي؟ القصد، قصدك حسن زوجي غريب؟ قمتي تتكلمين مثل سالم يا عمتي؟ وليش ما تكلم مثل سالم؟ ما هو ولد أخوي لحمي ودمي، وأخوك يا منيرة مهما حصل بينكم لا يمكن يأذيك أو يرميك. صحيح تختلفون في أشياء كثيرة، لكن صلة الأرحام تبقى قوية مهما حصل. لكن حسن زوجي يا عمتي. وخير يا طير، يقوم يترس راسك بكلام ومشاريع وخرابيط ويحرضك على أخوانك، والله أعلم إيش يقول لك بعد. ليش كل هذا؟ ليش؟ عشان حسن زوجي. شوفي عاد يا منيرة، لا تقعدين ترددين الكلام وتعيدين وتزيدين. الحين أنا بسألك سؤال، أنت تقولين إن حسن فيه عيال وإن الضعف عندك أنت، شو اللي مسكت على حالك؟ ما تجاوبيني. أنا أقول لك يا بنت راشد، يمكن لأن عندك مال وحلال، يمكن لأنك بنت راشد صاحب الاسم الكبير والعزوة، ولا تهجين ان حسن ما يبي عيال؟ ما تقولين شيء يا منيره. يا عمتي يا عمتي، انا عندي كلام كثير ابي اقول لك اياه. سالم قاعد يسيطر علينا وعلى حلالنا شوي شوي، وبالاخر بيرمي لكل واحد فينا كم ريال وبيقول هذا حقكم، هو انا اللي ادير المؤسسه. علامكم يا عيال راشد، انتم نهبلتوا الفلوس 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 الفلوس، ماكله عقلكم. اخوي راشد تو حي بتورثونه وهو حي؟ الله لا يقول يا عمتي، بس انتي عارفة سالم وأطماعه،
حتى عمي صالح ما سلم منه، قام يتحايل عليه واقنعه علشان يقعد معاه بالبيت. شلون؟ اهدي انت يا منود اهدي. لا ام منود ولا عنود، انا من البارحه ما نمت عقب الكلام اللي سمعته من منيره. كل هذا يصير وانا ما ادري؟ انا ماني اختك العوده؟ تشورها تشوف رايها؟ كل هذا يصير من ورا ظهري؟ لا اله الا الله، ايش اللي صار بس يا عنود؟ معقوله؟ معقوله يا صالح؟ سالم ياكل عقلك ويقص عليك بكلمتين؟ هذا وانا اقول صالح ابو العقل كله. اجلسي وخلينا نتفاهم بهدوء. اجلسي اجلسي. هذا انا جلست، قول لي عاد ايش عندك تقوله لي غير الكلام اللي قالته منيرة؟ اول شيء اشتشربين حار ولا بارد قبل لا نتكلم؟ لا ابي اشرب ولا ابي اكل ولا ابي شيء، ابي افهم يا صالح. حاضر يا العنود. اول شيء هذول عيالنا المفروض نوقف وياهم ونساعدهم. تساعد سالم عقب اللي سواه؟ وسالم غريب، سالم ولدنا والرجال طايح بورطه، وهدى بنتنا، لازم نمشي وياهم ونواصل وياهم المشوار. شوف عاد يا صالح، هذا كلام قديم سمعناه وعارفينه غيره. الأهم من هذا الكلام كله أخوي راشد. اسمع يا العنود، أخوي راشد طايح بالمستشفى بسبب أشياء كثيرة، منها موضوع سالم. وأنا عارف أن أخوي راشد متضايق علشان بنتي هدى. الرجال مثل اللي بالع الموس وواقف بحلقة، لا هو قادر يطلع ولا هو قادر يبلعه، في الحالتين يجرحه. أنا من صوب وولده من صوب. الحين أنا أبي أفهم شيء واحد، أخوي راشد طلب منك يعني صراحة أو لمح لك إن أبيك تسوي كذا؟ لا طلب ولا لمح يا العنود، أخوي راشد طايح في المستشفى ولا إحنا عارفين شنو اللي فيه. أنا من نفسي سويت كذا لأجل هو يفرح ويرضى ويكون سعيد ونفرح بهدى. ولا أنت تزعلين إذا فرحنا عيالنا يا عنود؟ أنا ما أزعل إني أفرح عيال إخواني، لكن سالم ما يستاهل أبداً إن تسوي علشانه كذا. يا العنود قلنا لك كل شيء يهون لأجل خاطر أخوي راشد. خلاص كلامك وصلني يا صالح، لكن أنا بحذرك من نتيجة عملك. سالم ولد أخوي أعرفه مثل ما أعرف راحة يدي، مثل القرادة اللي تلصق بالحيوان ما تتركه إلا أن تمص دمه، وهذا أنا قلت لك وحذرتك. وإذا دارت عليك طيبتك لا تلوم إلا نفسك يا صالح. وين رايحة؟ يعني وين بروح؟ بروح أشوف أخوي راشد اللي طايح في المستشفى، وهذا أنا حذرتك عاد يا صالح. يلا مع السلامة. انتظريني انتظريني، خليني أروح معك. انتظريني يمه يم العناد. بل 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 بل، ما تفاهم؟ ما تعطي فرصة لحد يتكلم يا أخوي راشد؟ ما مداني رحت ألبس ثيابي نزلت ولا هي ما هي موجودة؟ ركبت سيارة جيت هني، شلون جيت ما أدري. الله يهداك يا منود، أنا ما أقدر على زعلك. ثم ليش زعل؟ ليش زعل يا منود؟ الموضوع هذا خلص انتهينا منه. يعني عاجبك اللي يسويه أخوك صالح يا راشد؟ الحين يا أم العناد إذا صرتي راضية عليه قلتي أخوي صالح، وإذا قلتي زعلانة عليه قلت أخوك يا راشد. زين يا أخوي يا راشد اللي ما قالت يا ولد عبد الله. على العموم أنا حذرتك وانت حر على كيفك. إيش حذرتين منه يا منود؟ هذول عيالنا ولازم نتحملهم ونصبر عليهم. هي ليتك تنسين هالموضوع هذا ولا نتكلم فيه مرة ثانية. يكون أحسن. تدري ليش؟ لأنه يوترني. أخوي راشد الطبيب ما قال لك متى بتطلع من المستشفى؟ المفروض بكرة، قال لي تقدر تروح البيت بكرة إن شاء الله. أقول صالح روح شوف الطبيب وخلص لنا معاه الموضوع هذا، خلينا نخلص. هيه قولي كذا بتخلصن مني علشان عندك كلمة راس مع أخوك راشد. يلا أنا ماشي. أخوي راشد الطبيب ما قال لك وش فيك؟ لا يقول شوية ارهاق وضغط عصبي. كل هالترتيبات وكل هالأدوية على شوية ضغط وارهاق عصبي؟ ما تقول لي الحقيقة يا ولد أمي وأبوي. كل يجي من الله خير يا أم العناد. إيش فيك يا راشد؟ إيش فيك يا بعد أهلي كلهم؟ صدقين لولا وجود أحمد في البيت ما ودي أرجع، ودي أقعد في المستشفى. نية أنت
تقعد في المستشفى يا راشد؟ ليه يا أخوي؟ أحسن رعاية طبية واهتمام. وفي بيتك بتلقى أحسن رعاية وأحسن اهتمام. أجل أنت ليش خلفت يا راشد؟ مو علشان يشيلونك في كبرك؟ وأنت الحمد لله ما أنت عاجز، وخيرك على الكل بفضل الله. وبعدين أنا رحت وين؟ إذا ما شالتك الأرض تشيلك عيوني. تسلم عيونك يا العنود. أنا عارفة أنه مو عاجبك حال عيالك، اللي الواحد فيهم يطل عليك الطلة ويختفي. لكن ما علي يا راشد، الدنيا ما أخذتهم يا أخوي. بكرة إن شاء الله يجونك ويستسمحونك ويحبون على إيدينك ورجولك. بعد تعتقدين في وقت كافي الكلام اللي تقولينه يا أم الأنهاد؟ عسى لك العمر الطويل يا راشد. العمر الطويل نتمناه مع الصحة يا الهنود. أنت الحمد لله بخير وعافية. أشوف صالح إيش سوى مع الطبيب. عن إذنك يا راشد. طيب وبعدين يا راشد وش ناوي تسوي؟ بتخلي كل حاجة مثل ما هي وتهز راسك كما هز وخلاص، ولا بتوقف وقفة مع عيالك تشوف إذا كنت تقدر تصلح حالهم قبل لا تروح وتتركهم؟ حتى ولو ابتديت اعترفي في العمر بقية لأجل أصلح اللي فات، ولا الوقت انتهى وطلع لك لسانه ويقول لك كان قدامك العمر كله تسوي فيه اللي انت بيه. يا رب بارك لي في الأيام اللي باقية من عمري عشان أقدر أصلح اللي خربته. يا رب عشان أقدر أقابلك وأنا ماني خاين الأمانة ولني رافسن النعمة اللي أعطيتني إياها يا رب. الحب ملح الروح، والحب ملح الناس، والحب للمجروح غيمته وأحساس. الحب ملح الروح، والحب ملح الناس، والحب للمجروح غيمته وأحساس. نعذبك في يوم أهلك وبعض